نبقى في الأنبار، حيث بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون إمكانية الإسراع بتشغيل منفذ عرعر الحدودي بين البلدين وافتتاح ساحات التبادل التجاري. الوفد العراقي الذي ترأسه رئيس هيئة المنافذ كاظم العقابي وضم محافظ الأنبار طالبوا إنشاء ساحات التبادل التجاري في جانب العراق بغية توظيف الأيادي العاملة في ناحية النخيب والمناطق القريبة من المنفذ. كما بحث الطرفان إمكانية تقديم الدعم الفني من الجانب السعودي من خلال تبسيط الإجراءات ومكنة ناتها وصولا إلى نافذة التبادل التجاري الواحدة. اليوم حقيقة هذا الاجتماع تنسيقي مع المنافذ الحدودية، مع الجمارك، مع الجهات المعنية بهذا المنفذ، تم حضوره من قبل المنافذ الحدودية ومحافظة الأنبار. هذا الاجتماع حقيقة كان مهم جدا، وضع اللمسات الأخيرة للبدء بعمليات انطلاق الحركة التجارية من المنفذ الحدودي السعودي إلى المنفذ الحدودي العراقي، وكذلك تم الاطلاع على مجريات المشروع، إنشاء المشروع المنفذ الحدودي، والذي طبعا حقيقة تم يعني حالته من قبل شركة سورية والعمل به من قبل شركة سعودية. هذا المنفذ الكلفة أكثر من 80 مليون دولار. حقيقة طلعنا على تفاصيل العمل، العمل يسير بشكل جيد جدا، والمؤمل افتتاحه بشكل رسمي وانهاء العمل هو شهر العاشر ان شاء الله. هنالك مجموعه من المقترحات راح نرفعها الى السيد رئيس الوزراء، ثم ناخذ بعدها تعرض الى الاجتماع الخاص بالمجلس التنسيق العراقي السعودي. جل اهتمامنا هو لجعل ساحات التبادل التجاري تكون في الجانب العراقي. هذه اذا كانت في الجانب العراقي راح توفر فرص عمل كثيره الى أبناء محافظة الأنبار وبالتحديد أبناء منطقة النخيل.